افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية النسخة الثالثة من معرض بحرين كوميك كون الذي تنظمه شركة دلة تحت رعاية سموه في حلبة البحرين الدولية. وقال سموه إن معرض بحرين كوميك كون هو من الفعاليات التي تلقى إقبالا كبيرا من فئة الشباب والناشئة، وتشكل إضافة لخارطة برامج الترفيه الشبابية في مملكة البحرين، مما يضيف التنوع على برامج الفعاليات السياحية في المملكة، مشيدا سموه بالشراكة بين شركة دلة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض التي زادت من نجاح المعرض. كما نوه سموه بمدى التعاون الذي شهدته الفعالية بين العديد من الجهات، مما يجسد التكامل بين جميع عناصر فريق البحرين في جميع المواقع الذين يعملون من أجل المزيد من التطور والنماء في الوطن. وأكد سموه أن ما يشهده المعرض من استقطاب لأسماء عالمية كبيرة وشخصيات وشركات مرموقة يدل على المستوى الكبير الذي وصل إليه المعرض وقدرة الشباب البحريني على الإبداع والابتكار والتواصل المؤثر، متمنيا التوفيق للمنظمين في تقديم المزيد للجمهور والبناء على ما حققوه من إنجاز. كما تمنى سموه لجميع زوار المعرض أن يستمتعوا بفعالياته المتنوعة. ويعد معرض بحرين كوميك كون الذي يستمر ليوم غد أحد أكبر المعارض التي تقام في العالم العربي، بعد أن حقق نجاحا كبيرا في نسختيه السابقتين، حيث استقطب حوالي 30,000 زائر لفعالياته، والتي تستهدف جميع الأعمار من المهتمين بالقصص المصورة والألعاب الإلكترونية والتقليدية العائلية وهواة الرسم والكوسبلاي، تقمص مظهر شخصيات الأفلام والألعاب وعالم الأفلام والمسلسلات. ويستضيف المعرض مجموعة من نجوم هوليوود مع مشاركة العديد من الرسامين والعارضين من مختلف الدول العربية والعالمية، حيث سيضم العديد من أسماء النجوم الكبرى مثل السيد بول أندرسون الذي يلعب دور آرثر شيلبي في أحد أشهر مسلسلات نتفليكس بيكي بلايندرز، والسيد ديفيد أنجلو الرسام الرسمي لمسلسل ريك أند مورتي الكرتوني. كما يشمل المعرض مجموعة أخرى من الضيوف من نتفليكس والمصارعة الحرة WWE ومؤثرين عالميين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقام في المعرض العديد من بطولات الألعاب الإلكترونية كبطولة فالورنت وبطولة كاونتر سترايك وغيرها من البطولات المتنوعة، مع جدول عروض حافل على المسرح. كما ستقام مسابقة الكوسبلاي بمشاركة حكام عالميين ومن مختلف دول الخليج، وسيقدم المعرض العديد من فعاليات كالورش التعليمية في مجالات الفن وتجميع الحواسيب وصالة السينما، مع دعم المواهب المحلية من صانعي الألعاب وغيرها. ويشارك في المعرض العديد من مختلف المطاعم والكافيهات المتميزة، وسيتضمن أيضا ألعابا ترفيهية، مما يجعل المعرض وجهة تجذب جميع الأعمار والفئات.